أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. من مظاهر العدل الرباني انه امرنا نتعامل مع بعض بافعال وسلوكيات نقدر نتحكم فيها، زي معاملتنا لاهلنا بالبر والاحترام والاحسان. ما سابش تعامل يتحكم فيه القلب والمشاعر، لاننا ملناش السيطره عليه، وهو بس سبحانه اللي بيألف القلوب ويتحكم فيها. ومن اسمى واقوى العلاقات الانسانيه هي اللي بتكون بكلمه من ربنا سبحانه وتعالى وعقد وميثاق غليظ، وهي الزواج. ربنا وهو بيحدد لينا شكل العلاقة والتعامل في العلاقة دي قال مودة ورحمة ومعروف وإحسان، ما قالش حب ومشاعر لأنها متقلبة ومش ثابتة، وأوقات كتير بتقل بمرور الزمن وتراكم المسؤوليات. لكن الرحمة والمودة والمعروف هي أساس العشرة وسر سعادة لكل البيوت، وحتى وقت الانفصال بيكون بالإحسان وتقدير لسنين العشرة والمواقف الطيبة. إزاي نعاشر بعض بالمعروف وحتى وقت الانفصال يكون بالإحسان؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم، أهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. ربنا سبحانه وتعالى جعل في حياتنا علاقات كتير جدا، بس بقال مثلا على العلاقة اللي بين الأب والأم هي أساسها المشاعر والفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها جوه القلوب، لكن بالتحديد في الجواز السكن ومودة ورحمة وميثاق غليظ. وكلمة ميثاق غليظ لوحدها أعتقد أنها تحمل معاني كتير جدا، كلمة ليها عمق كبير جدا، وده يعني نتيجة احترام وتقديس الحياة الزوجية والعشرة بين الزوج والزوجة. النهاردة لو احنا بنختار أول حاجة نبص عليها سواء كان الاختيار للزوج أو للزوجة هي إيه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ماذا تريد تحدد تعرف أنت هتختار إزاي؟ يعني حدد هدفك تقدر تعرف هتختار إزاي. حدد هدفك بمعنى أنت عايز إيه في اللي هتشاركك حياتك أو عايزه؟ والسؤال مهم جدا، انت بتدور على مين؟ بتدور على واحده تكون حلوه قوي 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 يبقى ماشي جنبها، بيدور على ده. بدور على واحده تكون عندها شقه، اصلا مش قادر اجيب شقه. بدور على واحده تكون موظفه عشان هتساعدني. بدور على واحده يكون الاب له منصب كبير جدا جدا عشان ياخد بايدي في الترقي. بدور على واحده متدينه جدا وحافظه للقران عشان تحفظ ولادي القران. انت ماذا تريد؟ هي دي المهمه. مهم أفمن يمشي جدا مكبا؟ طبعا هو ده النقطه دي ده خلاصه الموضوع. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ فانت قول لي انت عايز ايه عشان اقول لك تختار ازاي. انا مش هبدا بالاختيار، انا هبدا الاول بما هو قبل الاختيار. عايز ايه من الجواز قبل ما اقول لك انت عايز حد شكله عامل ازاي؟ ده خلاصه الموضوع يا لمياء هاني. يا ابني تعالى، يا بنتي تعالي، انت فاهم ايه عن الزواج؟ ماذا تعرف عنه؟ ماذا تريد منه؟ البنت اللي في بالك عايز ايه؟ في اساسيات مهمه جدا جدا، لازم تكون متدينه، لازم تكون عارفه ربنا سبحانه وتعالى، لازم تكون من بيت، لازم يكون ليها مردود، اقدر لما يحصل خلاف الاقي حد اقول له واكلمه، يبعثه حكم من اهليه وحكم من اهلها. فهو ده شرط مهم جدا ان انا لما اجي اختاره. على فكره اصعب حاجه في الزواج الاختيار. صح، بعض الشباب فاكر انه اصعب حاجه في الزواج انه يلاقي شقه، اصعب حاجه في الزواج انه تكاليف الزواج، اصعب حاجه في الجواز مش عارف ايه. لا لا لا، اصل انت لما بتختار بتبقى مقرر انه مش ان انت هتدخل بقى الجواز وبعدين هتطلق، لا ده انت هتستمر. مين اللي هيعيش معاك وهيبقى رفيق الحياه معاك؟ مين اللي هيعيش معاك في بيتك؟ مين اللي هيعيش معاك اكتر ما عشت في بيت ابوك وامك؟ مظبوط، هي اللي بيكمل الحياه هي. ولذلك
لازم رقم واحد تحدد الهدف، ماذا أريد. أنا لو حبيت يعني أقول لك ممكن تهدف لإيه، أعرف مقاصد الزواج. تمام، المقاصد الزواج إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه مقاصد كبيرة جدا، إنه من مقاصد الزواج أنه آية، من مقاصد الزواج أنه سكن، من مقاصد الزواج أنه مودة، من مقاصد الزواج أنه رحمة، من مقاصد الزواج أنه ستر، من مقاصد الزواج أنه ميثاق غليظ، من مقاصد الزواج العبودية لله عز وجل لأنه أمرني بذلك، من مقاصد الزواج الذرية الصالحة. الله، ده حاجة، ده شيء عملاق طبعا، شيء كبير جدا. فأنت لازم تبقى فاهم يعني إيه زواج. أنا مش مجرد رايح ألعب، أنا مش مجرد أصل هم بيضغطوا علي عايز أتجوز فهتجوز وخلاص، لا 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 خلص، اهدى كده والله ربنا يرضيك. ولازم تبقى فاهم يعني ايه زواج، ويعني ايه اصلا كمان تربيه اولاد طبعا. فانت من ومسؤوليه ومش الحكايه مش ورديه زي ما الكل متخيل. احنا في ايدينا ان احنا نخليها حياه ورديه ولطيفه، بس هي لا تخلو من المشاكل الحياتيه العاديه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اطار كده خفيف يسهل علينا الاختيار، عند الرجل اذا اختار المراه، وعند المراه اذا اختارت الرجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي أيها الرجل عايز تتجوز؟ أيوة يا رسول الله. قال لي تنكح المرأة، تنكح يعني تتزوج المرأة لأرض، ممكن تتجوز واحدة عشان مالها. ده هو سيدنا النبي بيوصف الواقع. ثم يختار لك لمالها، ماشي، لجمالها، تمام، لحسبها، عيلة واسمه، ثلاثة، لدينها. طب سيدنا النبي تختار لنا إيه؟ فضفض ذات الدين، تربت يدك. يعني تربت يدك لها معنيين، ايدك التصقت بالتراب لان اصلنا تراب فهو ده الاصل، ولا تربت يدك ان لم تختر صاحبة الدين تخسر. لانه لو مال بلا دين تبقى كارثة، لو جمال بلا دين كارثة. يعني ده الاساس، هو بص حضرتك اساس البيت واساس العمارة واساس كل شيء الدين. من غير الدين تبقى مصيبة. يعني تخيل حضرتك لو واحد تزوج امرأة لانها صاحبه مال كتير جدا وهي مش متدينه، هتذل بهذا المال. طب اللي جمالها ده تبقى مصيبه، ده برضه هتذل او يزداد دناءه بهذا الامر. طب لحسبها تتكبر عليه وتأنف عليه. فالاساس ان تكون متدينه، متدينه وذات مال عظمه، متدينه وذات حسب، ايوه. لكن هو الاساس ايه؟ التدين. اقول لحضرتك قصه طريفه. اتفضل. عالم من العلماء اسمه ابو عزيزه، له طالب من طلبة العلم عامل زي بعض شبابنا دلوقتي، عامل قائمة للبنت التي يريد أن يتزوجها. فبيقول لأستاذه أنا لك على القائمة والشروط التي أشترطها في الزوجة، وبعد إذنك دور معايا عليها. فقال له طيب ابعت لي. فجبعت له. أبو عزيزة كان رجلا شاعرا، كان شاعر، فكتب الطلبات والرد بالشعر. قال إيه؟ قال بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيه يقول أريد تلك صبية حسناء معروف لديكم أصلها، وعفيفة وأديبة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، ومطيعة أمري فتتبعني دوما وتهجر أهلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها. ده فيها كل حاجة، كله. فأبو عزيز رد الرد هايل قوي، فقال له وافى كتابك سيدي فقرأته، وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى ما تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها. مش موجودة. طبعاً طبعا تبغي الكمال وانا ناقص. هو الانسان بني على النقص، لكن سدد وقارب، متدينه وبعض الشهادات، متدينه وبنت ناس، لكن الاساس ايه؟ ان تكون متدينه. صحيح. طيب ناخد حاجه سعاد. ايوه مع حضرتك. سهلا، اتفضلي. اهلا حضرتك. اتفضلي. حضرتك مين؟ الاستاذ رامي؟ ايوه يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هستأذنك بس وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. ايوه انا استشير الدكتور في حاجه. اتفضلي. حضرتك انا معايا ابن بنتي
مولود عمي من ربنا وجده واخوانه يعني وكده. ليه والدته ووالده فين؟ منفصلين عن بعض، وهو هو في طريقه وبنتي اتجوزت. تمام، وانت اللي بتربيه؟ وانا ربنا وجده واخوانه. تمام. هو عنده 12 سنة، ماشي في ال 12 سنة دلوقتي. فطبعا جده عمل الورث قسمه يعني هو على الدنيا، فما طلعلوش حاجة. وطي صوت التلفزيون خالص واسمعينا من التليفون. ماشي، وطي صوت التلفزيون. اتفضلي. طبعا حضرتك واتصلنا بجده ان يطلع له حاجه يعني ايه تبقى ليه يعني مستقبل. فقال انا ما فيش، انا قسمت على اعمامه وخلصت دنيتي وكده خلاص. جده والد والده؟ كان عنده اوتوبيسات، 5 اوتوبيسات مارادونا ومبسوط يعني. طيب. فطبعا عايزه اشوف بقى الشيخ رمضان هيرد عليا يقول لي يعني هل كده ليا ثواب ولا كده؟ ان حضرتك ليكي ثواب في انك بتربيه؟ حاضر حاضر. تابعينا يا حاجه سعاد. طيب دلوقتي هي بتربي ابن بنتها عنده 12 سنة، الجد أبو الأب وزع التركة بتاعته على أولاده كلهم وما سابش حاجة للولد. طب مش أبوه خد ميراث من أبوه؟ أكيد. ما أبوه عايش مش ميت. موجود. طيب. يبقى هو هيورث بعد عمر طويل يعني في الأب. أيوة، ما هو حضرتك الحفيد لا يرث من جده إلا إذا كان الأب ميت. يعني في حفيد وفيه جد. الأب مات وترك حفيد، لما الجد يموت الحفيد يرث منه. طب الأب موجود، هو ما قالتش إن الأب مات، ده الأب موجود، ده فيه طلاق، فهو يكتب لابن ابنه بناء على إيه؟ ما هو ليس من الورثة. يعني هو التصرف اللي تصرفه صح، هو ما فيهوش مشكلة طالما إنه أدى لكل واحد حقه. ابنه ليس من الورثة لأن الابن موجود. الحفيد يرث عند عدم وجود الأب. بس فهي لازم تبقى فاهمه ده. طيب هتاخد اجر وثواب، هي قالت كلمه كده في الاخر، قالت ولا وديه عند اهله، يعني انا هاخد اجر وثواب على تربيته ولا توديه عند اهله؟ لها اجر كبير جدا جدا. ويا جماعه يا ناس، الله يرضيكم، نداء لله عز وجل، انتوا فشلتم ان تكونوا زوجين، لا تفشلوا ان تكونوا اب وام. صحيح. انت فشلت تكون زوج، ما تفشلش تكون اب. بعد اذنكم خرجوا الولاد من خلافاتكم، ما تصفوش حساباتكم على أضعف نقطة، قسما بالله والله لا تجازوا بهذا. والله الولاد دول اللي الأب بيضايق في الأم بأنه ما يصرفش عليهم، والله لا ربنا سبحانه وتعالى ياخد حق الولاد منه. طبعا. لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أكبر ظلم يظلمه الإنسان أنه يتخلى عن الإنفاق. طبعاً. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يا ناس حرام عليكم، أنتوا سايبين الولد ده ليه؟ يعني الأب متخلي والأم متخلية والجدة هي اللي بتربي. أيوه. جزاك الله خيرا يا أمي، ده أنت ليك أجر عظيم جدا وليك ثواب كبير جدا جدا وليك رضا ربنا بإذن الله وليك معاك إن شاء الله بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا، ده أنت ليك أرض، ليك ثواب لا تتخيليه، ليك ثواب عظيم جدا جدا جدا. وعلى الأب والأم المتخليين اللي تركوا الابن، والله ذنب من أكبر ما يكون، اتقوا ربنا سبحانه وتعالى. الولد ذنبه إيه؟ ولا البنت ذنبها ايه؟ وما توديهوش لاهل الاب، لان هم لو كانوا عايزينه كانوا هياخدوه من الاول، ما كانوش هيسيبوه. لو وديته دلوقتي الله اعلم المعامله دي كارثه. ما هو لما اهل الاب يتركوه واهل الام يتركوه هيروح فين؟ والاب بيتخلى والام تتخلى، ده يتم، ده نوع من اليتم. دي حقيقه، يتم. لانه اليتم يا جماعه الانفراد، ليس شرطا انه اليتيم يكون من مات ابوه، لا والله. ده يتم اصعب، اللي هو اللي ابوه يبقى موجود ويبقى عايش كأنه يتيم. أحسنتي أحسنتي. فالأم اللي بتربي ابن
وأبوه تخلى عنه كأنها تأخذ أجر وثواب من تربي يتيما، وتكون أول واحدة تدخل مع الجنة مع سيدنا النبي، أو مرض الأب أو لا يستطيع أنه ينفق، والأم بتقوم بالدور لها الأجر. طب الجدة لأيمة بالدور لها الأجر والثواب، وتحاسب الأم ويحاسب الأب. طيب ناخد حاجة شادية. ألو. أهلا وسهلا، اتفضلي. شكرا حبيبتي. اتفضلي. أنا الحاجة شادية من بورسعيد. أهلا وسهلا. أهلا بيك حبيبتي، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بألف خير يا رب. ربنا يخليكي. أنا من بورسعيد. هستأذنك بس وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. تمام يا حبيبي قلبي. اتفضلي. تمام حبيبي قلبي. تمام. اتفضلي. ربنا يديك الصحة، أنا بحبك جدا. ربنا يبارك لك. وبسمعك. ربنا يخليكي، وبسمعك كل يوم أنت والشيخ رمضان، ومعجبة بيكي جدا. ربنا يبارك. وبالبرنامج بتاع حضرتك. وبقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير وسعادة. يا رب. اتفضلي. ربنا يخليكي. انا عندي بنتي كانت مطلقة. وجينا راجل كبير ومحترم معلم في السوق. قال انا مطلق وبقالي دلوقتي سنتين قاعد مع اخواتي وسنتين منفصل. ومش هرجع تاني، لان انا ما مستحيل ارجع للست دي، لان بيني وبينها مشاكل جامدة، وهي اللي راحت للمأذون ودفعت فلوس المأذون وشالته من حياتها خالص، واتفقوا بالرضا ان هو يبعت نفقة عياله ودوت اللي كان ماشي. لحد ما جاء ما اجى وشاف بنتي وطلب بنتي ومعير بالله. عاشت دلوقتي معاه بنتي سنتين. اجى اليومين اللي فاتوا قبل رمضان قال انا راجع لبيتي وعيالي. قلنا له وماله؟ من عيالك في رقبتك، ودول ملزومين منك، لان دول اتنين وليتين وشاب لسه ناشئ. قلت له انا عندي بنات، وبناتك دول امانه في رقبتك ما تسيبهمش. بس لو انت رجعت تعدل بين بنتي وبين البيت التاني. تمام. هو دلوقتي رجع بقاله شهرين وما بيعدلش بين بنتي وبين البيت التاني. البيت التاني هو عامل يوم هي عند بنتي ويوم هناك. اليوم اللي عند بنتي يصنعوا فيه الحيل، كل الحيل وكل مواضيعهم وكل امورهم ما تنفعش الا في اليوم اللي بيجي فيه لبنتي. ده الزوجه الاولى هي اللي بتعمل كده. ايوه، حيل من البنات وحيل منها، وهو ماشي حسب التيار. طب انت ربنا سبحانه وتعالى قال لك هنا لازم يبقى في بينك وبينها موده ورحمه، ولازم تعدل، والا ما ان انت ما قدرتش تعدل فيبقى الواحده بس اللي هي بنتي، ويبقى عيالك ملزومين منك وفي رقبتك. لكن الزوجه الثانيه بتعمل اللي هي اللي كانت مطلقه الاولانيه ورجعها من غير ما يخطر بنتي. المأذون ما اختارش بنتي ان هو رجع. احنا اتفاجئنا ان هو رجع ورضينا، وقلنا بات هناك في عيال وبنتي مش هيصيب حاجه. وجات على بنتي وقلت لها عيشي. الوقت هو ما بيعدلش بين هنا وبين هنا، واليوم اللي يجي فيه لبنتي بيعمل فيه مشاكل لدرجه ان هو طيب يغضب. السؤال ايه محدد يا فندم؟ السؤال المحدد يا شيخ رمضان، علشان خاطري توجه له نداء ان ربنا بيقول ايه في حالة الزوجتين. حاضر. بيقول لك ايه ربنا، تعدل ولا تميل في ناحية وتسيب بنت في ناحية؟ بنت دلوقتي قاعدة الوحيدة بين اربع حيطان. وقال لي كده، كلمته وقلت له انت اليوم اللي بتيجي فيه بتعمل فيه معاها مشاكل، وهي بنتك عندها اولاد منه ولا مفيش اولاد؟ لا مفيش. طيب. اولاد. طيب. ربنا حاضر. ربنا ما كرمهاش ان هي سقطت مرتين منه بسبب الهارية وبسبب ايه تغيير الدم. حاضر يا ست. طيب حاضر. حاضر. طب عينا يا حاجة شادي. طيب فتحت موضوع مهم جدا. نعم. الجامعة بين الزوجتين المفروض يبقى ايه؟ شوفي حضرتك، رقم واحد، اباح الله عز وجل التعدد في ظروف معينة، وحتى هو كمان لما اتجوزها كان مطلق. طيب الذي يريد أن يعدد من وجهة نظري أنا لابد أن يكون قادرا عادلا رجلا. قادرا على الإنفاق هنا وهنا وعلى الإعفاف هنا وهنا. رقم اثنين، أن يكون عادلا،
يقدر يقود السفينة، عادل هنا وهنا. والعدل إعطاء ما يتناسب. يعني إيه العدل إعطاء ما يتناسب؟ يعني هو زوجة وأولاد فبيجيب لهم مثلا حاجات تكفي خمس أفراد، وهنا زوجة لوحدها هيجيب ما يكفي بواحد، يعني مش هيجيب هنا قد خمسة وهنا قد خمسة. لا طبعا، لو هنا قاعدة في شقة مثلا. طب العدل بالتحديد في إيه؟ في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت. كل الأمور الظاهرية يجب فيها العدل، أما الأمور الباطنية كالميل القلبي والحب هذا بيد الله، ما لم يظهر في السلوك. يعني أنت من جواك بتحب واحدة دون واحدة، طب أول ما ظهر دي تبتسم لها ودي تكشر في وشها تتحاسب، لأن العدل هنا أنت خرجته. طب الميل القلبي سيبه لربنا سبحانه وتعالى، إنما في الظاهر لازم يبقى فيه عدل. ولذلك أنا بقول لك الشرط الثالث أن يكون رجلا، لأنه مش كل إنسان يصلح أن يكون معددا، لأنه لازم يبقى فيه حزم وفيه انضباط وفيه وضوح وفيه صراحة وفيه صرامة. إنما يميل هنا ويميل هنا ده أزمة، دي مشكلة كبيرة جدا. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا دي رسالة مهمة جدا جدا، يوم القيامة هيبقى فيه ناس ليها صور معينة. فاكراهم انا؟ فاكرة ايه بقولي؟ انت قلت هيبقى جاي يوم القيامة مايل مش كده؟ لا، واحد مشلول. المشلول عنده ده عنده شلل نصف، مشلول كمان. أيوة مش مايل بس. لا يا فندم، جاي ماشي كده عنده شلل نصفي، جنب شغال وجنب لا. تمام، فأول ما يشوفوه الناس من هذا؟ ده اللي له زوجتان ولم يعدل بينهما، يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. وهذه المسكينة التي لم يعدل فيها هتمسكه من رقبته بين يدي الله عز وجل وتقول له يا رب خذ لي حقي منه. شفتوا جايبين وجع القلب لنفسكم ازاي؟ طيب خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد مدام ياسمين. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ازي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. والله أكتر من سنتين عايزة أكلم حضرتك والشيخ رمضان. حقك علينا. لا ولا يهمك ولا يهمك، تفضلي. السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يسلم حضرتك. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا قلبي بيزغرط إن أنا عرفت أوصل لكم. ربنا يبارك. نورتينا. يخليك. صلى على النبي، بس اسمعيني للآخر. عناية. دلوقتي أنا إحنا ثلاث بنات وكنا مرسولين الحال يعني على قد الحال. المهم جاي واحد ابن حلال اتجوز أختي، كان مبسوط كده وصراحة ربنا إيه هو اللي بسطنا كلنا وتجهزنا على حس وكل حاجة وكان واقف جنبنا بعد وفاة بابا الله يرحمه. دلوقتي أختي الكبيرة دي ادت فلوس لوالدتي. تمام؟ ووالدتي جابت شقة وبقى مبلغ 100,000 شالتهم في البنك. فماما الله يرحمها قبل ما تموت بحوالي سنة كلمت أختي وقالت لها علي أنا الأخت صغيرة، أنا ثالث بنت. قالت لها عشان أختك يعني ظروفها مالك وكده وانا منفصله ومعايا طفلين، انا عايزه اسيب لها الشقه اللي انا جبتها ايه بفلوسك. عايزه اسيب الشقه دي تعيش فيها واسيب لها الفلوس اللي في البنك، بس الفلوس اللي في البنك كانت ايه؟ كانت باسم اختي الوسطانيه عشان ماما يعني ما كانتش بتروح بنوك وكده. تمام تمام. فماما اتصلت بيها باختي الكبيره، اختي الكبيره قالت لها ماشي يا ماما اعملي ايه؟ اعملي اللي انت عايزاه، انا مسامحه، انا مش عايزه اقول لها الفلوس ولا الشقة. يعني هي فلوس الشقة كاملة اللي دفعتها أختك الكبيرة. هي كانت مدية الفلوس لماما وقالت أيوة لها فلوس كاملة يعني محدش شاركها فيها. لا 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 محدش شاركها. انت بتبقى كمان من الفلوس 100,000 حطيتهم في البنك كل بس دي باسم الوسطانية. واختي الكبيرة كمان ادتنا فلوس اتجهزنا واتجوزنا بيها انا واختي الوسطانية. تمام تمام. اللي حصل ماما توفت الله يرحمها من 4 سنين. وكانت قايله الكلام ده للكل. يعني مش لا لا بس يعني قالت لاختي الكبيره، واختي الكبيره قالت لها ماما انا مسامحه انا مش عايزه حاجه لا الشقه ولا الفلوس انا معايا اللي يكفيني. وكلمت اختي الوسطانيه برضو في التليفون وقالت لها خلاص ماشي يا ماما اعملي اللي انت عايزاه انا برضو مبسوطه
وقاعده في شقه نصها باسمي ومعايا برضو فلوس في البنك. تمام. جينا بعد وفاه ماما باربع سنين انا بطالب اختي الوسطانيه انها تنقل لي الفلوس. عشان الفلوس كانت محطوطه ايه وديعه، فقلت لها ما تنكيهاش الا بعد ما الوديعه تنتهي عشان اخد حقي. جت قالت لي لا انت مالكيش عندي حق، وليا انا هاخد الفلوس وليا كمان في ايه في الشقه، لان والدتي الله يرحمها كانت كاتبه نص الشقه دي باسمي ونصها باسمها. منعا لايه؟ ان انا اللي ابيع الشقه في يوم من الايام. وخلاني عارفين نفس الحكايه وقالوا لي احنا موافقين ان احنا هنروح ايه نتنازل لك عن الحته بتاعتنا اللي في الشقه. لكن الفلوس نفسها باسم اختي لوحدها. طب وانت كنت ساكته لمده اربع سنين ليه؟ علشان الفلوس كانت محطوطه شهاده. لو كانت دي على الفلوس طب سكتي ليه عن الشقه؟ لا الشقه موجوده. ايوه ما هي بتقول لك مش الشقه نصها باسمك ونصها باسم اختك؟ لا نصها باسمي ونصها باسم ماما الله يرحمها. اه وخلاني كلهم اختي الكبيره راحوا تنزلوا لي في الشهر العقاري على الحته ايه؟ الا اختك الوسطانيه بتقول لها بقى انا عايزه حقي فيها. اه بعد ما يعني ده مره واحده كده قالت انا كنت بهودها لما قلت ان انا موافقه على ان انت يا ماما تدي ياسمين الشقه. طيب وال100 ألف. طب سؤالك ايه يا استاذه ياسمين محدد من فضلك؟ سؤالي المحدد ال100 ألف دول ونصيب اختي فعلا في الشقه. يعني هي ليها ان هي تاخد ال100 ألف مع العلم ان هي قالت قدام ماما الله. خلي بال حضرتك واحنا بنسمع من طرف واحد. لا ده الكلام ده هذه لا ليه احنا سامعين منك انت بس. لا بقى بقول لحضرتك الكلام ده على الكل. احنا سمعنا من حضرتك بس ما سمعناش من الاطراف الثانيه. ففضلت الشيخ هيجاوب على اللي احنا سمعناه منك. ايوه ماشي انا عايزه الاجابه على اللي انا قلته ده. هل من حقها بعد ما قالت لا يا فندم اسمعيني يا هاني اسمعيني يا استاذه ياسمين اسمعيني كويس. مثل هذه الحقوق تختلف فيها وجهات النظر وتختلف فيها الاقوال وتختلف فيها الاعمال. فحضرتك واختك واي طرف تاني تاخدوا بعض تتوكلوا على الله على دار الافتاء المصريه انت تقولي وهم يقولوا والشيخ يسمع من الطرفين ويطلع الفتوى. ده الكلام. ويا ريت الناس تاخد المنهج ده. يا جماعه الله يرضيكم تسمعش من طرف وتتكلم تسمعش من طرف وتحكم لانه كل واحد اصله بيتكلم من وجهه نظره اللي هو عايزها. هي لو تلاحظي حضرتك انا ما بتهمهاش ما في حاجه ما بنكذبهاش طبعا خالص خالص بس هي لها الحق كاملا في كل اللي بتقوله. ما فيش حاجه اي خطا وده طبعا مؤكد هيبقى فيه راي تاني. لكن في حاله زي دي لابد من سماع الطرفين. لازم يا فندم لازم لازم. ولذلك من احد التفسيرات وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجة. بعض العلماء قالوا فظن داود انما فتنه. ليه؟ لانه استعجل فسمع من طرف واحد وحكم. جاي واحد لسيدنا عمر بن الخطاب عينه مقلوعة وسيدنا عمر في مجلس ويقول يا أمير المؤمنين فلان ألع عين البعيد بعيد عنا وعنكم. فالمجلس قال يا أمير المؤمنين كيف يخلع عينه احكم له يا أمير. قال على رسلكم لعل هذا فقأ له الاثنين. فالله يرضيكم لابد من التثبت والتبين. لما جه الهدهد لسيدنا سليمان قال له سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا نتهم الأستاذة ياسمين إنما نؤسس ونؤصل لمسألة غاية في الأهمية. يا جماعة يا ناس ما تحكمش أبدا من طرف واحد خصوصا فيما يخص المواضيع الخاصة بالميراث. والله يا هانم في كل الخصوصيات في زماننا هذا كلمة على ابنك على بنتك على شغلك تحري. على ماليات التحري والتثبت والتبين صحيح. نعم. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل إن شاء الله مع حضراتكم بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة ثانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد مدام جيهان.
يا فندم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أنا سعيدة بسماع صوتك وسعيدة جدا، وربنا ينورك دعوات والدتي ليكي حضرتك والشيخ رمضان يا رب. أمين يا رب، سلمي لنا عليها كتير. يوصل يا فندم، هي أكيد سامعة حضرتك دلوقتي وأنا بتصل بيكوا علشان أشتكي لكم منها. ليه بس؟ لأن هي تعباني معاها، أولا مش عايزة تيجي تقعد عندي. تمام؟ ثانيا لو عملت لها أبسط حاجة في الدنيا، لو غسلت لها شراب، سامحيني وانا اسفه وحقك عليا يا حبيبتي. يا امي حبيبتي حرام عليكي، سيبيني اكفر عن اي حاجه عملتها معاكي زمان، سيبيني اراضيكي، سيبيني. طب انا بحط في حصالتي، انا مش بعمل كده عشانك على فكره، انا بعمل كده علشاني. هي قناعتها انها تعباني، انها على طول تقيله عليا، انها على طول متقله عليا، انها مع ان هي عايشه لوحدها؟ عايشه لوحدها، بتحب تقعد في بيتها هي وحديها، حتى لو كانت عندي شويه طيارين تقول لا انا عايزه ارجع بيتي بعد شويه يعني. مع ان هي لما بتيجي عندي بقول لها احنا بناكل الحلو كله على ايديكي، ده انت بتقعدي معانا انت اللي بتدينا، انت اللي بتعملينا. مش عايزه تحس انها تقيله على حد خالص. فحتى لما كان قبل كده اقول لها انا هكلم الشيخ رمضان اشتكيكي ليه، علشان انت بقى انت ما حدش يقدر عليكي غير الشيخ رمضان. فانا ارجو من حضرتك وجه لها كلمه ان هي بتعمل كده، انا اللي محتاجه مش هي اللي محتاجه. قول لها حضرتك ان تسيبني انا ليا 3 صبيان، انا مش عارفه مين هيعمل معايا ايه بعدين. عايزه اخد منها وهي على وش الدنيا يعني، دموعك يا مدام لميا تبقى غاليه علينا قوي، كل ما تيجي خيره الام او حاجه اقول لها شوفي لميا متاذيه ان امها مش موجوده، سيبيني انا وانت عايشه اغرف، ليه مستكسره فيا؟ ليه مش عايزه تقول لي لا انا بس مش عايزه اتهالك، مش عايزه اكون تقيله عليك. هي سامعاكوا دلوقتي، ارجوك كلمه قول لها تيجي تقعد عندي، ان يبلغن عندك الكبر عندك. انا مش عارفه ام اسمها ايه. انهار. انوار. الله. انهار ولا أنا انوار؟ انهار. انهار. انا منتظره من حضرتك ان حضرتك تديها كلمتين في العظم عشان بقى تعرف هي ايه. ان الشيخ رمضان ربنا يخليها لك ربنا يرضينا فيك يا رب ويبارك في حضرتك ودايما كده يا رب باذن الله. يعني مش عارفين نقول لكم اجزاك الله كل خير حضرتك يا على 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 نصايحكم الحلوه وكلامكم الجميل. ربنا يخليها عشان اشمت فيها شيخ رمضان واروح لها باذن الله اقول لها شفتي بقى اسمعي واسجل الحلقه دي. ربنا يخليها لك يا رب وما يحرمكيش من وجودها في الدنيا ابدا، وانتي بالف خير وسعاده يا رب. فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يخليك يا رب. خلي الناس تتعلم بقى. والله ربنا يجزيكي كل خير يا مدام جيهان، ويملى قلبك سكينه وطمانينه، ويملأ قلبك رضا، وينعم عليك برضا والدتك، ويطعمك خير أولادك، ويفرحهم ويفرحك ببرهم ليكي. أمين يا رب. وأنا بقول طبعا أنا لا تتخيلي سعادتي وتشرفي بهذه المكالمة منك، لأنه بصراحة مكالمة أسلجت صدري. يعني قد إيه كلمة إن أنا اللي محتاجة دي حلوه قوي. طبعا يعني عشان هي فاهمه، هي دي المفتاح. هي فاهمه، هي دي المفتاح خلاص. لما الواحد فينا بيجري يبوس ايد امه او رجل امه او ايد ابوه او رجل ابوه، هو ابويا مش محتاج، انا اللي محتاج ده، انا اللي محتاج ده. علشان لما بعمل كده ربنا بيفتح لي كل الابواب المغلقه. انا لما بعمل كده ربنا بينفس عني كل هم. أنا لما بعمل كده وراضي أمي وأبويا ربنا يكشف عني كل غم. أنا لما براضي أبويا وأمي ربنا بيوسع رزقي. لما براضي أبويا وأمي ربنا بيعمر بيتي. لما براضي أبويا وأمي ربنا بيبارك في الكلمة اللي بقولها. والله يا جماعة وأنا قاعد على المنبر وأنا قاعد قدامكم بعد رضا ربنا وتوفيق ربنا، بركة دعاء أبويا وأمي ما استحقش. فلما الواحد فينا بيراضي أبوه وأمه ربنا بيراضيه. لما بتراضي أبوك وأمك أبواب الجنة كلها مفتوحة لك. لما بتراضي أبوك وأمك صدقني عمر ربنا ما هيكسر قلبك لا فيك ولا في ولادك. وخلاصة، لما هتراضي أبوك وأمك هيطلع ولادك يراضوك. فيا أمي يا حاج أنهار، أنا عايز أبوس إيدك وأبوس دماغك وأبوس رجلك. ربنا يرضيكي ويملى جسمك صحة وعافية أنت وكل أم بتشوفني دلوقتي.
في مصر وبره مصر ومسلمة وغير مسلمة، ربنا يملى جسمكم صحة وعافية وما يحوجكم لحد أبدا. أمين. يا أمي تفضلي ويعني بعد إذنك جملينا، أنت اللي هتجملينا، أنت اللي هتجملي مدام جيهان أنك تروحي تقعدي عندها. تفضلي، أنت زي الملكة المتوجة وإحنا هنبقى حواليكي بمكان مخصوص ليك عند مدام جيهان. تنعمي عليها، يعني أنت كرميها بده، اكرميها، لأن أنت لما هتروحي عندها كنز الرضوان هيتفتح، هيتفتح لبنتك مدام جيهان ولولادها. أنت عمرك ما كنت تقيلة أبدا، فالله يراضيكي. لو بتحبيني روحي عندها معززة مكرمة، تونسيهم ويونسوكي، تفرحيهم ويفرحوكي. روحي عندهم عشان ربنا يرضى عليهم أكتر وأكتر، عشان ربنا يفتح لهم الأبواب المغلقة، عشان ربنا يبارك لها في عيالها، وعشان زي ما بتعمل معاكي هيطلع عيالها يعملوا معاها. يا ليت قومي يعلمون. بس خلاص. وانا اقول لك بقى ادعي لنا ما تنسناش في الدعاء، لانه هي انت فكرتيني مدام جيهان بامي بالظبط، لان هي كانت نفس الحكايه. لو حد عمل لها اي حاجه بسيطه تفضل تقول حقكم عليا، انا اسفه تعبتكم، انا كنا بنتخانق برضو معاها، فنفس الحكايه. فما تنسناش في الدعاء بقى، ربنا يتقبل يا رب ويديك الصحه وطولة العمر، نعمه كبيره من ربنا وجودهم، يعني يا ريت كل الناس فاهمينها وعارفينها كويس. نرجع بقى للحياه الزوجيه. نعم، اهلا وسهلا. نسب الطلاق زادت جدا، والغريبه انه جه في فتره كده كانت الناس بتستعجل الطلاق على طول، ما زال موجود ده، لكن النهارده برضو بقى في نسب طلاق للناس اللي عاشت مع بعض حاجه وعشرين سنه، وبدا يقولوا احنا تعبنا ومش قادرين نكمل. شوفي حضرتك، اولا لما الانسان يبقى اختياره خطأ، كأن البيت اتبنى على فيروس هش. بالضبط. طب نقطة تانية، لما بيبقى أحد الطرفين بعيد عن ربنا بيبقى سهل عليه الانفصال، لكن لو الإنسان عارف ربنا حتى لو بعد العشرة الطويلة دي هو مش عايزها وهي برضو مش عايزها، مش هيأذوا بعض. عشان خاطر العشرة الطويلة، عشان خاطر ربنا قبل كل شيء، عشان خاطر الولاد، علشان خاطر الست الكبيرة دي اللي عاشت معايا السنين الطويلة دي، لما تخرج من البيت لا أب ولا أم ويكاد يكون ولا صديقة، تروح فين؟ ماذا أقول لربي؟ فين ديني؟ فين أخلاقي؟ فين ابن الأصول؟ لما يجي بعد 20 سنة ولا 22 سنة أنا مش قادر أكمل، أنت بتقول إيه؟ انت بتتكلم ازاي؟ او انت بتتكلمي ازاي؟ ده اهل الجاهليه ما كانوش يعملوا كده، اهل الجاهليه ما كانوش يعملوا كده. عندك دليل؟ عندي. سيدنا عبد الله بن عباس يقول كان الناس قبل الاسلام في الجاهليه عندهم 3 اخلاق المسلمون بهم اولى. ايه هم يا ابن عباس؟ قال كان الرجل اذا كبرت المراه عنده او مرضت ولم يكن له بها حاجه يمسكها ولا يطلقها خشية أن تضيع. الله. طب أنت لو محتاج تتزوج ما إيه وماله، بس خليها معززة مكرمة في مكانها، ما تهنهاش على رأسنا بقى. تهاني إزاي؟ تهاني إزاي؟ هقول لربنا إيه حتى لو أنا لا أريدها؟ ماذا أقول لله عز وجل؟ فين الدين وفين الأخلاق؟ النقطة الثانية، إذا نزل بهم الضيف اجتهدوا في إكرامه. النقطة الثالثة، إذا نزل بأحد الجيران شيء اجتمع الجيران حتى يخرجوه من أزمته. المسلمون أولى بذلك، ما ينفعش الكلام ده أصلا. البعد عن ربنا، وأنا آسف برضو، الإنترنت والفيسبوك وهذه الأشياء سهلت التقاطع، ليست مواقع تواصل إنما مواقع تقاطع. سهلت للأسف الشديد. الشديد طبعا يا فندم، كلنا بنعاني من ده. صحيح. حضرتك بتبقى قاعدة على السفرة ولك قدامك والأكل محطوط وكل واحد فيهم عمال يأكل. احنا مش قاعدين مع بعض، احنا قاعدين مع بعض جسد بس. بالضبط. او قاعدين مع بعض كعيلة وفيه بنشاهد مباراة ولا بنشاهد شيء، كله ماسك الموبايل. بتعمل ايه يا عم؟ ايه في ايه؟
ده بقى تقاطع، او كل عيل قافل على نفسه اوضته ومع نفسه. أيوه. ده كارثه، دي ازمه كبيره. ده الاطفال جداً الصغيرين اللي لسه سنتين وثلاث سنين ماسكين الموبايلات وقاعدين وبيعرفوا يفتحوا اليوتيوب ويطلعوا الكرتون ويطلعوا الاغاني ويتفرجوا. فاحنا محتاجين نتعلم يعني ايه زواج، وازاي ان هو عبوديه لله رب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى امتن على حتى الانبياء وجعل لهم أزواج وبنين وحفدة، وكان الواحد من عباد الرحمن يدعو الله عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة العين في البيت مع الزوجة والأولاد. فلازم نتقي الله في هذا طبعا. والمواضيع بتبقى أحيانا شيء بسيط وشيء تافه من مضايات العصر اللي احنا فيه. فينبغي ان احنا نبقى عارفين يعني ايه زوجة ويعني ايه بيت ويعني ايه اسرة. فلازم رقم واحد المشاكل والخناق ما يبقاش على اتفه الحاجات وفي ناس تقول لك ما هو هي تافهه بالنسبة لك بس بالنسبة لي كبيرة قوي. بس لما تبص لحجم الحاجات التانية اللي عند الناس تحس بتفاهة الكلام اللي هم او المشكلة اللي هم ممكن يكونوا بيكلموا فيها. والله يا فندم لانه في الدنيا كتير قد يكون البيت عايش في الجنة وهو لا يدري. صحيح، لانك ما شفت حياه غيرك طبعا، لانه عدو النعمه الالف. هو ألف يفتح باب الشقه، الزوجه موجوده والاولاد موجودين والجو حلو والميه موجوده وبيته موجود ولقمته موجوده وفرشته موجوده، اعتاد على ذلك. والعياذ بالله فيه ناس قاعدين في الشوارع ما بترضاش تروح البيت من كتر ما هو البيت ما فيهوش غير سكوت وبس، ما فيهوش فرد واحد يتكلم معاه. فالبيت نعمة، البيت نعمة لازم نحس بيها، ولازم تبنى البيوت على المودة والرحمة. ليه ربنا قال مودة جعل بينكم مودة ورحمة؟ ليه مودة ورحمة؟ طب ما كان تكفي المودة. أولا المودة غير الحب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وربنا من أسمائه الودود. طب إيه بقى الفرق؟ المودة اللي هي إيه بقى؟ المودة المظهر العملي السلوكي للحب، المودة اللي هي الأفعال اللي تدل على الحب والمشاعر. شوفي حضرتك رأفة، لأنه أعلى 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 أعلى, أعلى. رأفة ورحمة واحترام وتقدير وتقبل وثقة وإعجاب، كل ده مودة. مودة مصطلح عملاق، بس المودة لازم تكون ناتجة عن حب حقيقي، لأن الحب قد يكون مزيف. ممكن يبقى حب لغرض، حب لشهوة، حب لشيء، حب المصلحة، ممكن. ولذلك ربنا ما قالش وجعل بينكم حبا، المودة. ليه؟ أقوى وأعمق بكتير يا فندم، عملاق، ولا يكون إلا ناتج عن حب حقيقي يترجم إلى كلمة طيبة، ابتسامة جميلة، أسلوب حلو، تعامل جميل، هو ده. طب إيه الرحمة؟ قال لك استنى، ما هو المودة في وقت الرضا والرحمة في وقت الغضب، المودة في وقت الصحة والرحمة في وقت المرض، المودة وإحنا صغيرين، الرحمة وإحنا كبار. شفت إن في التوزيع ذلك الربانية لآيات. لا طبعا سبحانك يا رب. إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات. يا ناس اللي بين الزوج وزوجته قد اللي بين ربنا والأنبياء. طبعا حضرتك في الأول بتقولي ميثاق غليظ. حضرتك في القرآن الكريم لما نروح للقرآن لقيته بيقول لي كلمة ميثاق غليظ وردت في حاجتين. قلت له إيه؟ قال لي ما بين الله والأنبياء. فين الدليل؟ قال الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى ما بين الله والأنبياء ميثاق غليظ، ما بين الزوج وزوجته ميثاق غليظ. قال الله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ربنا يا رب يعمر بيوتنا كلنا بالسكن والمودة والرحمة. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك وأشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم.